وفي حلب المحافظ محمد وحيد عقاد يلتقي ضباط قوى الامن الداخلى لبحث تفعيل اليه عملهم والارتقاء بها تاكيدا على دورها في تعزيز حاله الامن والاستقرار في المحافظه التقى محافظ حلب محمد وحيد عقاد ضباط وصف ضباط قوى الامن الداخلي في حلب جرى خلاله بحث الدور الذي يؤديه ضباط وصف ضباط قوى الامن الداخلي لتعزيز حاله الامن والاستقرار في المحافظه استعرضنا الوضع العسكري مع الضباط في حلب والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بالتنسيق والمواكبه مع زملائه في قوى الامن الداخلي وبقيه الوحدات الاخرى والشرفاء من المواطنين وتقييم الفتره الماضيه من العمل الذي تقوم به وحدات الشرطه كامله على ارض مدينه حلب والنجاحات التي قامت بها الشرطه في دحر العصابات الارهابيه كنا باجتماع مخصص لضباط قياده شرطه محافظه حلب لمناقشه وتطوير الاداء في العمل بما يتناسب مع ضرورات المرحله الحساسه في محافظه حلب والاجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على اموال واعراض المواطنين والحد من من الجرائم التي ترتكب باسماء مختلفه وباشكال متعدده. وتم التاكيد على دور قوى الامن الداخلي المؤازر للجيش والقوى المسلحه وتكثيف الدوريات لقمع المخالفات المخله بالانظمه والقوانين وتقديم الخدمات المناسبه للاخوه المواطنين في كل المواقع والنقاط الشرطيه. بدر جدعان لاخبار التلفزيون حلب.